معكم خوت صافا كلشي مزيان معكم خوكم امين فيديو جديد حلقات جديده الفيديو اليوم درت لكم خصيصه على واحد الاخ ديال واحد السؤال ديال واحد الاخ سميتو والتر في اليوتيوب ديالو سو صيفط لي ميساج قال لي امين كيفاش نخدمو خدمه ديال العنق كيفاش لا بغيت نخدم عنقي قلت ليه عطيني واحد السيمانه ولا جوج غندير واحد الفيديو مع بيزي كندير لايف كنتريني سو جات لقيتها دابا باش ندير ليه الفيديو ونقول لك ثلاثه التمارين اللي تقدر تخدمهم ثلاثه ماشي جوج ثلاثه التمارين اللي تقدر تخدمهم من الدار يساعدوك في هاد الوقيته هادي باش تولي العنق ديالك قاصح زعما صحيح العنق ديالك خصو يكون صحيح لا كنتي كدير المويطا كيك باكسين اني مارشالات مزيان العنق ديالك لان تيتحكم لك بزاف الا جاتك شي ضربه ما يتعوش لك عنقك شحال واحد كينوض فيه بوعنينيق على ود الميسكل كيكون عندنا ضعيف المهم خليك معايا دابا غنوريك كيفاش اول حاجه اللي غنبغي لكم تركزوا عليها بزاف باش قبل اول تمرين من هاد الثلاثه التمارين اللي غنديروا اول تمرين وبغيت تركز عليها بزاف هي تجبد العنق ديالك خصك تجبد داك الميسكل قبل ما تهز عليه تقل باش ما يوقعش لك تشنج عضلي بحال اللي كيوقع الناس بزاف سو اول حاجه اللي غنبغيك دير انك تشد العنق ديالك وتهبطوا للجهه حتى حط غير جوج صباع ولا غير صباع على القوله ديال راسنا هاد البلاصه هادي درتنا عندنا وحده هنا نحط يدينا وغنعوج اليسار وغنحسب حط خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة غنحاول نغير وندير نفس العملية الجاية الأخرى واحد جوج بغيتك تحسب هاد العصبة هادي كتسرح ثلاثة أربعة خمسة غندير نفس العملية غنهبط راسي لتحت وغنحسب واحد نخلي نحاول نخلي الضرب ديالي مسرح باش نكون ندير هاد العملية هادي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة دابا غنحاول نغير نحول الراس ديالي من الجهه اليمين لليسار واحد ماشي بالزربه غير بشويه جوج ثلاثه تقدر تبقى تسمع بالعنق ديالك بدا يترتق ماشي مشكل اربعه خمسه الفوق لتحت واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه دابا غنحاول ندور واحد الاتجاه الاخر واحد جوج ثلاثه بلا ما نحاول نحرك الظهر ديالي ما كيتحركش أربعة خمسة حاول واحد الملاحظة أنك حاول فاش تكون كدير هاد الحركة هادي تخلي العينين ديالك محلولة أنك لسديتي العينين ديالك تقدر تحلهم تجيك الدوخة خمسة دابا بدينا هاد ستراتشين هادو لي شتيني دابا تندير تقدر ديرهم كتر من خمسة تقدر دير عشرة خمسطاش الجهد اللي تقدر تستراتشي بيه ولكن حاول ديرهم كيما هكا ليفت ليسر ليمن القدام تعوج لواحد جهه تعوج لواحد جهه اخرى عاوتاني عاد تعوج لهم بجوج اخرين دابا غنديروا اول حاجه اللي غنخدموا بها ما غنهزوا لا ثقل لا والو اول خدمه غنخدموا بها هي غنهبطوا للارض قلت لكم ما تحاول تحط راسك في الطابي غنحط راسي في الطابي بحال هكا غنوقف على صباعي غنحط الجبهه ديالي في الطابي بحال غنصلي وغادي ندفع يعني كنتمشى فورورد يعني كنتمشى لقدام وراسي كنمشي عليه حتى الاخر كنحاول العنق المفصل من هنا تيجبد وكنرجع فاش كنرجع تلقى سنيفي مع الارض وكنطلع عاوتاني نحاول على الاقل نديرها 21 المده ديال ثلاثه المرات 21 ديال تقدر دير 21 20 19 لان ديما كتحاول تنقص من الاعداد من العدد ولكن تخليك يعني كي تنقولوا في الجناب ديال 21 الا درتي 21 20 19 غتلقى راسك في الاخر درتي 20 20 20 ديرها المده ديال ثلاثه المرات فورورد القدام الباك لور نوقف نجبد عاوتاني الراس ديالي ونعاود نديرها ثلاث مرات فاش غادي ندير ثلاثه غنحتاج ندير ثلاثه مرات بهذه غتجيب فوطه كما كتشوفوا وغنحاول الفوطه نعقدها نهز عليها الثقل يعني نجيب انا دابا عندي الثقل هنا ديال الحديد تقدر دير اي حاجه ماشي ضروري ان خصك تكون عندك هذه يعني تقدر دير اي حاجه ثقيله غير عرف شحال فيها الثقل ما دير شي حاجه ثقيله بزاف باش ما يوقعش لك تشنج عضلي خد لو وقع لك تشنج عضلي راه صعيب باش تبرى منه راه يقدر يبقى لك في طول الحياه سو بي كيرفول ديما باش بغيت هز بالخفيف انا كنهز اكثر من هذه في العنق ديالي ولكن دابا غادي نهز غير بحاجه خفيفه باش نوريكم سو غنشد الفوطه بحال هكا حاول انك تجلس في تشير في كرسي ما تبقاش جالس في الارض نجلس في تشير باش نسرح الظهر ديالي يكون مسرح
غادي ندور الفوطه بحال هكا غنهزها وغادي نديرها في الفم ديالي كيفاش شو معايا الخوت كنهبط وكنطلع كنهبط وكنطلع ظهري ما كيتحركش حاول تركز على ظهرك ما يتحركش لان الله تحرك ظهرك تاشنوج عاوتاني الدار ديالك ما تبغيش يطراك شي تاشنوج ما تبغيش انت كتخدم العرق ديالك وتقدر تخدم الدار ديالك هذا هو المشكل لان الطريقه كيفاش نخدموا واحد الحاجه لا كنتي ما كديرهاش يعني كيما خصها دار باش تارغيتي داك الماسل يعني باش تصيفط اتجاه لواحد الماسل معين كتخرج على ماسل اخر سو متاكد ان الظهر ديالي داكشي علاش داير لكم يدي موراي باش يبقى الصدر ديالي خارج وكنهبط وكنطلع كنهبط كنطلع لا رديتي البال نفس الطريقه اللي دايرين في الارض هي اللي داير دابا غير دابا انا كنحرك غير راسي وهز عليه الثقل وفاش نكون تنهبط وتنطلع في الماء في الارض انك تتهز الباري ديالك راه فاش كدير الباري ديالك تتحط الصحه ديالك كامله الثقل على قرفاتك وكتردها كتحط الثقل على قرفاتك وكتردها هذا هو كان هو التمرين الثالث عندنا في ثلاثه التمارين ولكن يحاول ما ديرش مره واحده وتحبس حاول ديرهم ثلاثه الجولات يعني الجوله الاولى ستريتشي قلت كما قلت لكم تقدر دير 10 ولا 5 5 5 5 نحاول واحد اتجاه 5 نحاول واحد اتجاه 5 ونهبط الارض ندير 21 نرجع عاوتاني ندير الفوطه فيها الثقل ونخدم حتى هي 21 عاوتاني نسرح فاش كتخدم وكتجبد العنق ديالك العنق ديالك الميسكل كيزيد تجبد كثر وشي مزيان عاوتاني نهبط الارض ونطلع عاوتاني نديرها المده ديال 3 مرات مع المده تقدر دير كثر مع المده تقدر تزيد الثقل في هاد اللي كتهز بعنقك سو نعطيكم غير واحد النصيحه انا عندي الا كتشوفوا في الانترنت الناس في تايلاند عندهم واحد بحال الصنطه كيديرها في راسه هنا وكيدير فيها الثقل وكيبقى يهز هذيك عندي ولكن كنفضل نخدم بهذه علاش لان كنفضل نخدم بهذه لان فاش كنعض على هذه كنعض على الفوطه بحال هكا وكنهز الثقل رد معايا البال لان فاش كنعض فيها غتشوف واحد المصل كيخرج عندي هنا سو فاش كنعض في هذه انا كنخدم كي تنقولوا حنا تنضرب عصفورين بحجر واحد يعني كنخدم لا ميشوار ديالي وكنخدم حتى العنق لا ميشوار ديال فمي الفم ديالي وحتى العنق يعني هاد الباس هادي خصها تكون عندنا صحيحه باش الا جاتك شي ضربه تقدر تهزها سو هذا هو كان هو التمرين ديالنا ديال اليوم ديال كيفاش نخدم العنق خدمه العنق وواحد الحاجه اخرى الناس اللي كدير المواي تاي راه واخا تخدم هادشي شحال ما قدرتي الا ما كنتيش كتكلينشي بزاف راه ما غيوليش عندك العنق بزاف الا ما كنتيش كتكلينشي راه ما غيوليش عندك انا الخدمه هذيك كنديرها شحال هذه ديما دابا ما بقيتش كنديرها كل حصه كل مره ياه مره في السيمانه كندير هذه القضيه الفوطه ولكن الحركات الاخرين في التوم جبد كنجبد عنقي ديما كل ما قبل نبدا الحصه كنجبد عنقي لان ما بغيتش يتهجنوش هذا الميسكو شنو اخر ياه صافي كنحاول ندير الكلينش كل نهار الكلينشي كنكلينشي مع جوج الناس وثلاث ناس كنحاولوا نكلينشيو كنكلينشيو المده ديال ساعتين ساعة ساعتين في النهار يعني نص ساعة في الصباح ساعة في العشية ولا ساعة في الصباح ساعة في العشية كل نهار يعني ما كنزقلاش سو هذا ما كان مهم ان شاء الله السيمانة الجاية غرمي لكم جوج فيديوهات عاوتاني هاد الفيديو اللي غرمي لكم غيكون معايا بارتنرز يعني غيكون معايا واحد السيد غنبدا نوريكم تكنيك بزاف ان شاء الله في السيمانة الجاية دابا نحاول ننظم الوقت ديالي ما بين اللايف والتكنيك اللي غنبقى ندير لكم سو غتشوفوا فيديوهات جايين كثار لا عندك شي سؤال بغيتي تجاوبني عليه بليز خلي لي الميساج ديالك نجاوبك عليه هاد الخدمه هادي ما كانش في بالي ما كنتش غنديرها يعني كون ما كانش سولني اخ واش احمد وولتر ولا وولتر يعني انت سميتو ما تنعرفوش شي واحد في يوتيوب متابعنا من تقريبا دي شي شهرين ولا 3 شهور سول على هاد القضيه جوج مرات صيفط لي ميساج دار الكومنت باش نخدم ليه باش نوريه الخدمه ديال العنق انا وريتاني نتمنى انها تفيدكم وتفيد الناس اخرين شير بارطاجي مع الناس صحابك خلي الكومنت وهذا ما كان كنحبكم في الله كان معكم نبيل